مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج حديث الجزائر، البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية. بعد مرور 46 يوما من مجازر العدوان الصهيوني داخل قطاع غزة والتي خلفت أرقاما لا حصر لها من الشهداء والمصابين، من المرتقب أن يبدأ تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي غدا الخميس، ويبقي الاتفاق الباب مفتوحا أمام تمديد الهدنة وزيادة عدد الأسرى المفرج عنهم من الجانبين. في حديث الجزائر الليلة سنقف عند تفاصيل الهدنة وهل من الممكن أن يتم تمديدها لتصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار. استنى مشاهدينا الكرام الليلة في حديث الجزائر يشاركنا النقاش كل من الأستاذ محمود أبو زبيدة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أهلا بكم أستاذ، مرحبا. شكرا لك يا أستاذة. أهلا. ومعنا أيضا الدكتور أسامة بوشماخ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بكم دكتور، مرحبا. أهلا وسهلا، شكرا سيدة. أهلا. إذن أبدأ مباشرة معكم أستاذ محمود أبو زبيدة، قراءتكم في اتفاق الهدنة الذي تم الإعلان عنه فجر اليوم الأربعاء. في البداية اسمح لي أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير لكم في هذا الصرح الإعلامي الذي لم يتوانى للحظة في تغطية الأحداث المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى حد هذا الوقت. في الوقت الذي تعززت فيه الاحتمالات عن وجود صفقة تبادل بين فصائل المقاومة بأضراحها العسكرية والكيان الصهيوني، وأيضا وجود هدنة في هذا الوقت يمكن أن نسمع عن الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة، هناك تعالت أصوات من الكيان الصهيوني ترفض وتتناقض لتعامل الحكومة الصهيونية مع ملف الأسرى، اعتبره البعض من الصهاينة أنه صفقة إنجاز للمقاومة. إن التحليلات العسكرية السياسية وبعض تصريحات عائلات الأسرى الصهاينة أن الصفقة التي يتكتم الإعلان الصهيوني عن إبراز شروطها وتفاصيلها هي بطبيعة الحال تعكس دور تراجع الموقف للمنظومة الصهيونية وعدم تحقيق الهدف المعلن والمرجو من العملية البرية، عندما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المجرم أن الهدف من العملية البرية هو عودة الأسرى المدنيين الصهاينة إلى مواقعهم سالمين دون صفقة تبادل. نعم. صفقة تبادل الأسرى التي قادتها أمريكا والتي تضمن إطلاق سراح 50 مدني صهيوني مقابل 150 من المدنيين الفلسطينيين الأسرى من النساء والأطفال دون السن 19، هم كان في هناك في شروط الاتفاق أن تكون مساعدات إنسانية من المستلزمات الطبية ومن الوقود تشمل كافة قطاع غزة، علما أنه في الأيام بداية المعركة رفض الاحتلال أن يدخل هذه المساعدات على مستوى القطاع وفرضها فقط على القاطع الجنوبي كتعزيز للرواية الصهيونية لسياسة التهجير وسياسة عزل القطاع بقطعيه الشمالي والجنوبي. أيضا نرى أنه أعلن عن وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام. نعم. هذه الهدنة التي استمرت يعلن أنه ينوي الاستمرار لأربع أيام تهدف إلى قاطع الشمالي، سيكون هناك تحليق للطيران الحربي لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 10 صباحا تنتهي بالساعة 4 مساء. أيضا في القاطع الجنوبي هناك توقف كامل لكل العمليات الميدانية والاستخباراتية والأنشطة العسكرية للمنظومة الصهيونية في القاطع الجنوبي، حيث يضمن مرور تحرك الشعب الفلسطيني بكامل حريته على خط صلاح الدين متجها من الشمال إلى الجنوب. أيضا إذا ما أردنا أن ننوه، إذا ما جرت الأمور وفق مسارها سيكون هناك تحديد لاتفاق هدنة على أن يقود ذلك إلى وقف كامل للعدوان على قطاع غزة، ولعل أمريكا التي هي التي أمنت هذا الاتفاق على المؤسسة الصهيونية العسكرية والسياسية ارتباطا بشعور الولايات المتحدة بأن تصاعد الأزمة داخل وتصاعد الحرب داخل قطاع غزة سيؤدي إلى حرب إقليمية تشكل خطرا على المصالح الأمريكية في المنطقة، نظرا لتصاعد جبهة القتال في الشمال الفلسطيني وجبهة القتال في اليمن.
هذه كلها هذه الهجمات الكيان الصهيوني ايضا لا. يشكل خطر على وجوده. هو يريد ان ينهي هذه العمليه باقل التكاليف وباقل الامكانيات لكي لا. يحقق هدنة. طيب سنفصل في انعكاسات الحرب على غزة على المنطقة بشكل عام وما يحدث من تطورات ميدانية وعسكرية على الأرض، لكن قبل ذلك أرحب بالأستاذ قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين يلتحق بنا عبر الهاتف من رام الله. مرحبا بكم أستاذ. أهلا. أهلا ومرحبا بكم. نعم. طيب أستاذ، بداية، ما هي حدود الصفقة من حيث الأعداد؟ يجري الحديث عن 150 أسيرة وأسير فلسطيني مقابل 50 أسيرة وأسير إسرائيلي. هذه حدود الصفقة فيما يتعلق بموضوع تبادل الأسرى، لكن هناك عناصر أخرى وهي وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، إضافة إلى إدخال كميات من المواد الغذائية والطبية العلاجية والمحروقات. هذه هي المحددات الأساسية للصفقة. دكتور فارس، تحدثنا عن حدود الصفقة من حيث الأعداد، ماذا عن المعايير والشروط في اختيار الأسرى الذين سيفرج عنهم بداية من يوم غد حسب المعطيات المتوفرة اليوم؟ يعني من البداية كانت المفاوضات على الأطفال والنساء، وأسميت هذه الصفقة بأنها صفقة إنسانية، لذلك المعيار الأساسي هو أطفال ونساء، أطفال تقل أعمارهم عن 18. أما فيما يتعلق باختيار الأسماء فالأسماء سيتم اختيارها وفقا للأقدمية، بمعنى أن من اعتقلوا وقضوا فترة أطول في السجن يكون لهم الأولوية في أن يكونوا من بين 150 أسيرة وطفل فلسطيني سيتم إطلاق سراحهم على عدة دفعات. نعم. في اعتقادكم هل ستكون هناك مرحلة أخرى قادمة في تحرير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟ يعني هذا مرتبط بعاملين أساسيين، الأول تفاعلات هذا الموضوع داخل المجتمع الإسرائيلي، ربما هذا سيساهم في تشكيل حالة ضغط أكبر على الحكومة الإسرائيلية لتوافق على إنجاز صفقة أوسع وأشمل وأكبر، وأيضا يعني مرهون بحجم الجهود الإقليمية والدولية التي ستبذل خلال فترة الهدنة. الهدنة ربما ستكون حافزا ومشجعا لدول كثيرة، سواء تلك التي ساهمت في إنجاز هذه الصفقة أو دول ترغب في أن تنضم إلى الجهد المبذول من أجل يعني وقف إطلاق النار لمدة أطول وصولا إلى وقف الحرب بشكل عام. هذه الصفقة ستوفر متسعا من الوقت لتتضافر جهود كثيرة أملا في إيصال هذه الحرب إلى نهايتها. نعم. طيب سؤال أخير، كيف يتوقع أن تتم عملية الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال بما أنه لديكم خبرة في هذا الأمر؟ هل ستشرف عليه منظمات دولية؟ أي كيف سيتم الاستلام والتسليم؟ هل سيتم دفعة واحدة أم على دفعات بما أننا نتحدث عن 50 مقابل 150؟ يعني الصفقة حسب الاتفاق ستتم على دفعات، يعني كل يوم سيخرج دفعة، سيخرج 10 أطفال ونساء إسرائيليين، مقابلهم يخرج يعني ما يزيد عن 30 أسيرا وامرأة فلسطينية. أما كيف سيتم تسليمهم، الإسرائيليون سيسلموا على معبر رفح من الجهة المصرية ثم يسلموا لإسرائيل. أما بالنسبة لأسرانا نحن الفلسطينيين فلأنهم جميعا من الضفة الغربية والقدس سيتم تسليمهم في المناطق المحتلة في الضفة الغربية، نتسلمهم نحن ونتولى مساعدتهم للوصول إلى مدنهم وقراهم ومخيماتهم.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ قدور فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، كنتم معنا من رام الله. وقراءة في تفاصيل اتفاق الهدنة وتحرير الأسرى أو تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي. إذن أرحب الأحظى بالبروفيسور زهير بغمامة محلل قناة الجزائر الدولية. أهلا بكم بروفيسور. مرحبا أستاذة نسيبة. أهلا. إذن دكتور أسامة بوشما، قبل أن أذهب لي الأستاذ زهير بغمامة، قراءتكم في بنود هذا الاتفاق، ذكر منذ قليل ضيفنا من رام الله رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعض تفاصيل هذا الاتفاق. سيتم تحرير 150 امرأة وطفل من سجون الاحتلال، العملية ستتم على مراحل. تابعنا أيضا تصريحات منذ قليل بنيامين نتنياهو وغالانت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أريد أن أتحدث حول الاتفاقية أو الفكرة التي تقود هذه الاتفاقية، أو فيما يعرف بالكثير من أجل المزيد، بمعنى أنه كلما تعطون الكثير من الرهائن كلما نضيف أو نزيد من الوقت في إطار هذه الهدنة. وهي عملية يعني معروفة، يعني في التفاوضات في الأسلحة كثيرا ما تقوم بهذه العمليات، وأيضا مثل هذه العمليات كانت أو فيما تعرف بجود فرايداي أو الجمعة الجيدة التي كانت ما حدثت في إيرلندا، ولكن كانت أيضا تدخل في القضية الإيرلندية وهي الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الشيء الذي يعني ممكن الذي يغير ما يتحدث في القضية الفلسطينية، وهو أنه في إيرلندا كانت نهاية أو اتفاق حول نهاية الحرب، ولكن هنا نتحدث حول نهاية معركة. إذن هذه كنقطة أولى. النقطة الثانية أيضا وهو الملاحظ اليوم حول مقالات الرأي في ثلاث أو في تقريبا في جريدتين كبيرتين في عند الكيان، متعلق بالأول بإسرائيل اليوم وأيضا في يد يهود أحرونوت أيضا، وتحدثوا في ثلاث، يعني كان هناك عناوين ثلاث كبرى بالنسبة لهذه مقالات الرأي. المقالة الأولى وهي ليسك كابينا، وبالتالي فهي معروفة، هذه الكاتبة معروفة بآرائها وبمواقفها من خلال هذه الحرب. تحدثت على أنه بعد 47 يوما خرج اللي كانت هناك أهداف من هذه الحرب، ولكن في الأخير كانت هذه الأهداف هو عبارة فقط، هي ليست صفقة ولكنما هو استسلام. هذه كنقطة أولى. النقطة الثانية أيضا يوسيه ياهوشوا، فهو أيضا من مقالة الرأي في يدعوة أحرنوت، قال أنه هذه الصفقات، الصفقة التي قمنا بها هي ابتزاز. والمقال الثالث أيضا بالنسبة لنحوم برنيا في جيت يدعوت أحرنوت أيضا تحدث على ابتزاز، بمعنى أنه فيه توافق بين هذه المقالات الرأي بأنه حقيقة الانتصار قامت به المقاومة في ظل هذا العدوان. مشهور في قاعدة مشهورة لدى في الاستراتيجية نسيبة، وهو معروف عند كلاوزفيتس، الحرب هي استمرار الأدوات من أدوات السياسة، وإذا تعارضت الأهداف العسكرية مع السياسة لابد من مراجعة الأهداف السياسية، بمعنى أنه الحديث في أول الحرب كان حول ماذا؟ في بداية الحرب كان هو حول القضاء على حماس والقضاء على ترسانة حماس وإلى غير ذلك، ولكن وجدنا وقال لك لا تفاوض ولا شيء، ولكن حاليا ما وجدنا أن هناك تفاوض وتفاوض مع الأسرى. صحيح. وهذه العملية الأولى نتحدث حول 150 أسير، ولكن أكيد لن تتوقف هنا، ستتبع بعملية أخرى. إذن في هذه المرحلة نتحدث حول ما سن ما دون 19 سنة، ولكن في مرحلة قادمة ونعرف أن هناك قيادات من رتب عالية في الجيش موجودة. نعم. وبالتالي فالعملية تتبادل في الأسرى لن تكون بين 150 أو وحتى. نعم. تكون عملية نوعية وأيضا من القيادات. نعم. العالية جدا في الموجودة في السجون. سنفصل. نعم. في. نعم. هذا لأن كل التقارير تقول فعلا أن هناك مراحل أخرى وقائمة أخرى من الأسرى الفلسطينيين سيتم تحريرهم نتيجة الانتصارات التي حققتها المقاومة على الأرض. أستاذ زهير بغمامة، بين المقاومة وبين الاحتلال الإسرائيلي وبين رجلين، بين يحيى السنوار وبين بنيامين نتنياهو، في ميزان الربح والخسارة من انتصر على الأرض وفرض شروطه؟ مرحبا أستاذ نسيبة. بلا شك السنوار ورجال السنوار والمقاومة وأهلنا في غزة في فلسطين الذين أبدوا صمودا ومقاومة بطولية. نتنياهو سينتهي، هو منتهي في حكم المنتهي سياسيا، وتوقيع هذه الهدنة يعني مباشرة أنه
أن الخطوة القادمة ستكون اقتلاعه، لأنه هذا قرار الآن الأمريكيين، ويبدو بالتنسيق مع الكثير من القيادات الإسرائيلية وتحديدا مع غانتس. نعم. وثانيا يعني الجميع كان يعلم بأن نتنياهو كان يأمل في تحقيق شيء ما لعله يشفع له لدى الإسرائيليين لإبعاده عن المحاكمة بعد أن ينتهي سياسيا. ميزان الربح والخسارة، دعنا نقول التالي أستاذة نسيبة. أول شيء من الناحية السياسية والاستراتيجية طبعا، هو ربما سأضيف لما قاله الدكتور أسامة قبل قليل، السياسة كما يقول كلوزويتش هي أو الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. لا توجد حرب من دون أهداف سياسية. مشكلة نتنياهو وحكومة الاحتلال أنها حددت أهدافا ولا هدف حققته سياسيا، عدا أنها دمرت، قتلت، أبادت. لكن لاحظي معي، هذه كلها هي وسائل للضغط لتحقيق شيء ما. الشيء ما الذي أعلنه نتنياهو في البداية هو القضاء على حماس واجتثاثها والقضاء على رجالها فوق الأرض، قال هكذا، هذا كلامه، وتحت الأرض داخل غزة وخارج غزة. لا. لم يقضي على هؤلاء لا فوق الأرض ولا تحت الأرض، لأنه لم يعرض ولا صورة لأي نفق لهؤلاء ولا داخل غزة ولا خارج غزة. هذه واحدة. ثانيا قال أنني سأعيد الرهائن من دون بالقتال، سأفتكهم من أيادي هؤلاء. لم يستطع أن يعيد رهينة واحدة أستاذ نسيب ولا رهينة واحدة بالقتال، بالعمل العسكري. وفي الأخير اضطر لكي يقول لي كما قالت سي ان ان، وهذه يجب أن نقولها لأنه فيه كلام حول ضغوط أمريكية وهي صحيحة، ولكن حتى داخل إسرائيل سي ان ان قالت بأن نتنياهو أمسك بذراع بريت ماكغورغ وهو منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط عقب اجتماع لحكومته، وقال بالحرف: نريد هذه الصفقة، نريد هذه الصفقة. و على الرغم من أنه حاول أن يصفها بالقرار الصعب وحاول أن يدير تمثيلية اجتماع الحكومة الذي دام إلى فجري البارحة حتى يعطي انطباع لدى الشارع الإسرائيلي أو لقوى اليمين تحديدا بأنه لا فيه ديمقراطية وأن القرار جاء تداوله بين الجميع وأنه ليس فقط قراره، ولكن الجميع يعلم بأن هذا الرجل الآن أولا انتهت المهلة التي أعطيت له أمريكيا، وثانيا لم يستطع أن يحقق شيئا. وإذا كان رجعنا إلى سؤالك بمفهوم الخسارة والربح، أولا نتنياهو كان يقول أنني لن أفاوض، الآن فاوض. نتنياهو كان يقول أنني لن أعقد الصفقة، بعد 46 يوم يعقد الصفقة. لا توجد تنازلات كبيرة أستاذ نسيبة، كما قال عتات اليمين المتطرف في إسرائيل، وقالت الصحافة الإسرائيلية العبرية اليوم، وذكر منها الأستاذ أسامة بعض الأمثلة ويمكن أن نذكر الكثير اليوم. هؤلاء قالوا بأن على ماذا حصلنا؟ طبعا هناك ارتياح في قضية في لدى أسر الأسرى، لدى جزء كبير من الشارع، لدى قطاع في الاقتصاد الإسرائيلي الذي قال أن الاستمرار يعني الانهيار. نعم. والأسرى على الأقل وقطاعات كثيرة في الرأي العام الإسرائيلي تقول بأنكم فشلتم في 7 أكتوبر، لم تستطيعوا أن تؤمنوا أمننا، لم تحمونا من الآخرين، أخذوهم، دخلوا عندنا، قتلوا منا، أخذوا منا الرهائن، على الأقل افعلوا ما يجب. وقد رأينا أستاذ نسيبة خلال الأيام الماضية هذه المظاهرات الكبيرة جدا، وربما أعلاها كانت المسيرة التي انطلقت من تل أبيب إلى القدس، والتي كانت تقول بأنكم مسؤولين عن أي يعني ضرر أو قد يلحق بأسرانا عند المقاومة. ثم المقاومة فرضت شروطها. هؤلاء الذين كانوا يقولون قبل أيام ويناقشون في قضية إدخال شاحنة واحدة من الوقود وصراخ الآن ستدخل الشاحنات وستدخل 300 شاحنة من الإعانات الإنسانية، هذا يعني أن المقاومة أيضا كانت بارعة أستاذة نسيبة في قضية المفاوضات. غلقت حيث أرادت حين قال السنوار، غلق الهاتف كما يقال،
أو لا أدري بطريقة الاتصال مع الوسطاء، وقال ما دمتم مستمرين في مجازركم لن تأخذوا أحدا، وهذا أيضا أربك الإسرائيلي وأربك الأمريكي وأربك أطراف كثيرة، وجعلهم يعيدون حساباتهم. بالمحصلة نحن نقول بأن هذا إنجاز، هذا من تباشير نصر قائم. طيب. هو لا شك هو نصر، نعم، ولكن أعتقد بأنه يجب أن نأخذه على حذر، لأنه المقاومة أيضا أستاذ نسيبة أعتقد والكل الفلسطينيين يعلمون أنهم بصدد عدو مخادع لا أمان له، وبالتالي أعتقد بأنهم سيراقبون في الأربع أيام مدى التزامه، خاصة وأنه قد يفشل أو يجهل ما تم التوافق عليه إذا تراءى له أنه يمكن أن يحقق هدف كبير من مثيل صيد ثمين. بعض الأصوات بدأت تقول، أنا سمعت معلقين، ربما سينوار سيظهر في الأيام القادمة وسيعلن. لا 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 أعتقد أن المقاومة تفكر بهذه الطريقة. نحن في فترة حذرة جدا، سيتم التعامل معها بكل اليقظة والحذر المطلوب طبعا، ولكن في كل الأحوال سأتم بهذه الجملة أستاذ المسيب، أنا أعتقد بأن هذه الحرب ستنتهي، هذه أولى مراحل نهاية هذه الحرب، ستأتي هدنة ثم هدنة، كما رأينا في اليمن، كما رأينا في إيرلندا، في أماكن كثيرة جدا، وسينتهي نتنياهو وسيدخلون في أشياء أخرى. طيب. في السياسة. نعم. ولا شك بما أن غزة والمقاومة صمدت فهذا يعني أنها انتصرت بفضل الحاضنة الشعبية. صحيح. أيضا لابد من ذكر هذا بروفيسور زهير بعمامة، تحدثنا عن نتنياهو أستاذ محمود أبو زبيدة. نتنياهو منذ بداية الحرب هدد وتوغد وقال أنه سينتقم للرهائن في قطاع غزة، لكن اليوم وبعض لحظات خرج ليقول أنه تحقيق الأهداف أو استرجاع الرهائن لا يكون دائما بالطرق العسكرية وإنما هناك طرق أخرى. هذا التصريح وفي هذه المرحلة وبعد الأعلان عن هذه الصفقة، ألا يعد فشل بالنسبة لنتنياهو، فشل ذريع جدا في تغطيه مع ما يحدث؟ نعم، لعل حالة الصمود الفلسطيني رغم المجازر، رغم المذابح، رغم سياسة التهجير التي تحصل، رغم سياسة التقصير، رغم سياسة العقاب الجماعي، إلا أن الميدان يبرز يوميا أسمى معاني التضحية، أسمى معاني النضال، أسمى معاني التضامن، أسمى معاني التكافل الاجتماعي. الميدان اليوم يحقق قوة حقيقية رادعة للكيان الصهيوني. كلنا رأينا المشاهد التي تصدر عن أضرع المقاومة العسكرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هناك قتال من العقد قتالية من مسافة صفرية، هناك قتال متري، أي البعض من الأمطار يبعد المقاتلين المجاهدين عن تمركز قوات الاحتلال. المقاومة اليوم تدك تحشدات العدو الصهيوني بأسمى الصواريخ التي صنعت من قلب غزة بأيدي غزوية، بأيدي مقاتلين، وهذا بالمقابل يواجه حالة عدم تحقيق المنظومة الصهيونية لأي إنجاز عسكري ميداني استخباراتي عملياتي إلى حد هذه اللحظة. هو الآن في حالة الانهيار التي يعاني منها اقتصاده، الذي كما تقدم أستاذي أن الاقتصاد الاستمرار في هذه المعركة سيؤدي إلى الانهيار. قام بتسريح العديد من جنود الاحتياط في محاولة لإنقاذ قطاعاته الأساسية التي يشير أنها هي تتمثل في قطاع الصناعة والزراعة والنفط أيضا والسياحة، كلها عوامل دفعت لتحقيق هذه الاتفاق الذي قادته أمريكا بدور قطري بارز ومهم، بدور مصري تقني. أريد أن أشير أن الأسبوع الماضي شهدنا سلسلة من المشاورات بشأن الصفقة على المستوى السياسي وأيضا الأمني التابع للكيان الصهيوني، حيث ظهر خلاف واضح بالموقف الصهيوني على السطح، لكنه الآن يبدو أن هناك تغيير بالموقف الصهيوني.
في مطلع يوم الاثنين كان هناك اجتماع لعائلات الأسرى المدنيين الصهاينة يجتمعون في مقر وزارة الأمن الصهيوني، جزء منهم قطع هذا الاجتماع وجزء آخر رفض أن يقابل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو. هناك التماسات أستاذة نسيبة قدمت إلى المحكمة العليا الصهيونية من أجل الضغط على الحكومة الحالية لوقف هذه الصفقة، ومنها منظمة أرماغور، هي منظمة تهتم بشؤون الأسرى المدنيين أو عائلاتهم أو الجرحى. على حسب ما هو موجود الآن، قرار المحكمة الصهيونية يجب أن يستلم هكذا التماسات، نظرا لأن النظام الصهيوني يتبع الديمقراطية الصهيونية على حد قوله، ولكنه لا يمتلك أي ديمقراطية. طبعا هذا القرار هو قرار سياسي صدر عن حكومة بنيامين نتنياهو كما هو منصوص عليه، حظي بدعم الأجهزة الأمنية من الشباك ومن الموساد، وحظي أيضا بوافقة بعد مناقشته بشكل دستوري في مجلس الحرب والكابينيت، أي ما المقصود به، والمجلس الوزاري المصغر المختص بالشؤون السياسية والأمنية. ولكن كما تقدم أستاذي عندما قال أن إسرائيل الكيان الصهيوني جبان وغدار ولا يؤمن جانبه، بالفعل في ظل الحديث عن وجود صفقة تبادل، لأن تتوقعون أن الاحتلال من الممكن أن يحرق هذه؟ نعم، في ظل الحديث عن وجود صفقة تبادل، الآن الإعلام الطيران الحربي الإسرائيلي الصهيوني لم يتوقف إلى هذه اللحظة عن دك التحشدات المدنية الفلسطينية، عن دك التجمعات الفلسطينية منذ أكثر من عقدين، ونحن أصبح لدينا خبرة في التعامل مع هذا الكيان أنه لن يعلن عن وقف إطلاق النار، هو دائما يكتفي بالجانب الفلسطيني أو الجانب العربي عن وقف إطلاق النار من منظومه ومن نظر أنه لا يفاوض جماعات إرهابية على حد تعبير وعلى حد سواء، وهذا أمر لا نهتم إليه كثيرا. ولكن يجب أن نقول أن العدو في العقدين الآخرين كانت تكتفي بإعلان طرف عربي عن وقف إطلاق النار، الميدان الآن يبدأ في كل لحظة يبدأ في رصد الصهاينة، الشعب الفلسطيني يتجرع يوميا من كأس هذا المر، ولكنه يشكل حاضنة شعبية للمقاومة. هذا ما أشرت إليه أستاذ محمود أبو زبيدة. إذن مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل، خلافات حادة داخل الاحتلال، نواب ووزراء يعتبرون اتفاق الهدنة انتصار للمقاومة، هذا ما سنفصل فيه بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى الجزء الثاني من برنامج حديث الجزائر. نفصل دائما في اتفاق الهدنة الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الغد الخميس. إذن دكتور أسامة بوشمخ، الأسبوع الأخير من عدوان الاحتلال كان أسبوع استنزاف بحت، وحتى وتيرة القصف والمجازر في هذه الساعات وفي هذه الدقائق كان حاد جدا. هل يؤشر هذا على حالة المأزق التي يعيشها وحالة النزف الغزير الذي وقعت فيه قوات الاحتلال على مستويات الآليات العسكرية، سواء الدبابات أو المركبات أو ناقلات الجند، فضلا عن جنود النخبة وضباط النخبة لدى جيش الاحتلال الذين تم أسر الكثير منهم لدى المقاومة؟ نعم، بداية فقط أستاذة نسيبة، هناك ثلاث ملاحظات نبديها في عمل المقاومة، يعني قبل أن أجيبك فقط بسرعة. نعم، القرار الأول وهو يتعلق بتناغم القرار السياسي والعسكري بين المقاومة ومع السياسيين، فبالتالي فنجد أن هذا التناغم أعطى دفعة قوية للمقاومة على الذهاب بعيدا في هذه الحرب. لو كانت هناك خلافات لوجدناها أو التمسنا خلافات لوجدناها على الأرض أنها ستعرقل العملية التي قامت بها المقاومة، هذه كنقطة في غاية الأهمية. النقطة الثانية أيضا وتتعلق بأنه هناك سيادة في صناعة القرار، بمعنى أنه القرار الداخلي داخل حركة المقاومة لا يبنى لا شرقا ولا غربا، ولكن يبنى داخل غزة، وهذا أيضا في غاية الأهمية، حتى نجدها أنه الدول الوساطات التي قامت بها، يعني حتى بالنسبة لقطر مثل ما تحفظ الدكتور زهير وقال الهاتف، يعني قال اتصال فقط كانت عن طريق الهاتف، بمعنى أنها أبلغوا الإسرائيليين، أبلغوا الأمريكان، ولا أحد استطاع أن يفرض على مقاومته، لا يستطيع ولا أحد أن يفرض أي شرط من الشروط. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا نلاحظ أنه العمل الذي كان في الأرض دائما كأنه عمل مرحلي، بمعنى أنه
كل ما يكون هناك تقدم أو كل ما تكون هناك عمليات بمعنى أنها مدروسة من جميع النواحي. ولهذا فأعتقد أنه سير العمليات طيلة هذه الحرب كان في غاية الدقة وكان في غاية الحسم، وأيضا يأتي بالكلفة على 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 الصهاينة. لهذا فالآن في التقديرات الآن الخسائر بالنسبة للصهاينة هي 54 مليار دولار، نتحدث على 54 مليار دولار، هذا ما قاله الصهاينة. هذه كنقطة أولى. النقطة الثانية أيضا في 72 الأخيرة تحدث قالوا أنه حركة المقاومة أعلنت على تدمير 62 تقريبا آلية عسكرية، بمعنى أنه تقريبا في كل ساعة عندك تدمر آلية عسكرية. ولهذا فأعتقد أنه هذه الآلية العسكرية وبجنود الموجودين بداخلها، فأعتقد هنا أنه أصبح هناك عدد كبير بالنسبة للقتلى. ولهذا فالهدنة التي ذهب بها الصهاينة هي ليست بسبب أو كأنت بسبب أنه الحجم الذي تأثرت به هؤلاء الصهاينة وحجم العدد القتلى بالنسبة للجنود الصهاينة. إذن هنا إذن من خلال هذا المعطى نجد أكيد أنه هناك تعارض في المصالح داخل البيت الصهيوني. نتحدث على أنه المقاومة أدارت بكفاءة عالية استغلال الجانب المجتمعي أو استغلال البعد المجتمعي في الداخل الصهيوني، ولم تسلمه لأي طرف، لأنه قوة حركة المقاومة حاليا هو في التأثير على 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 على, 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 على البعد المجتمعي المتواجد داخله. ونتحدث هنا على أنه هناك للأسف أطراف إقليمية أرادت أن تنزع ذلك البعد المجتمعي من حركة المقاومة، ولكن لم يستطيعوا صحيح. في ذلك. وبالتالي فأعتقد أنه العمل الذي قامت به حركة المقاومة طول هذه الأيام كان في غاية الأهمية. أيضا ما أردت الحديث عنه أستاذ نسيبة وهو يتعلق بالصراع الحقيقي. الأمس فقط رأينا بن غفير يعني وجه كلام شديد بالنسبة لنتنياهو، وحذروا قالوا بأنه ما قمت به حاليا لم كنت تتحدث به سابقا. ولهذا فالآن نتيجة الصراع الذي سيكون مستقبلا والمحاكم التي ستكون مستقبلا، وحتى هذا سيؤثر لسنوات طويلة، هذا ما حدث بعد 7 أكتوبر سيؤثر على سنوات طويلة تجاه الكيان الصهيوني. ولهذا ما تحدث به يعني بمصطلح أستاذ قنديل قال بأنه حركة 7 أكتوبر أو حرب 7 أكتوبر أخرجت الصنم الذي كان يتواجد في الدول أو لجنة الشعوب العربية أو من نسميه بعلم الاجتماع بالطوطم أو الصنم. ماذا عن 7 أكتوبر؟ نعم، هذا الصنم الذي كان يتحدث على هذه الدولة التي لا يمكن هزيمتها وهذه الاستخبارات التي لا يمكن اختراقها، ولكن نجدنا أن حركة مقاومة استطاعت أن تقلب الموازين في هذه المعركة. نعم. طيب بروفيسور زهير بغمامة، تكملة لما قاله منذ قليل الدكتور أسامة بوشمخ، اعتبرت التحليلات العسكرية والسياسية وحتى تصريحات لعائلة المحتجزين أن الصفقة تعكس حالة التراجع لمواقف المؤسسة مؤسسة الاحتلال الإسرائيلي وعدم تحقيق الهدف المعلن عنه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال أنه سيقوم بشن معركة برية لتحرير الرهائن دون صفقة تبادل، وأشرتم إلى هذا، لكنه صحيح. تنازل وأجرى صفقة تبادل وبشروط المقاومة. ضف إلى ذلك حالة الانقسام التي بدأت تظهر للعيان داخل بيت الاحتلال. بن غفير كما أشار الدكتور أسامة بوشماخ أعلن اليوم رفضه التام للهدنة واتفاق تبادل الأسرى، وقال أن توقف الحرب الآن خطأ تاريخي بالنسبة لإسرائيل، مشيرا إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار يواصل خطته ونحن نقبل إملاءاته بدلا من تركيع حماس على حد تعبيره، وأن من ركع اليوم الأربعاء هو جيش الاحتلال. إذن كما يشير الدكتور أسامة بوشماخ، تبعات 7 أكتوبر وما حدث طيلة 47 يوما أو 46 يوما ستكون له انعكاسات كارثية على الاحتلال الذي بدأ يأفل من الموجود. صحيح. أولا ملاحظة على هذا المجرم بن غفير، هذا سينتهي أيضا أو على الأقل لا أقول ينتهي، سيبقى ولكن ستتراجع أدوار اليمين المتطرف على الأقل على مستوى الحكومة. الحكومة القادمة لن يكون فيها هذا المجنون المتغطرس الذي فعل أشياء كثيرة ورطت كما يقول البعض نتنياهو، لأنه أعطاه الأغلبية في الكنيست وأعطاه مقعد رئيس الوزراء وبالتالي أنجاه من المحاكمة في الفترة الماضية.
من بين النتائج الكبيرة لما حدث في هذه الحرب أستاذ نسيبة أن الداخل أن المجتمع السياسي في إسرائيل سوف يعرف تغييرات كبيرة جدا ليس في صالح بكل الأحوال اليمين المتطرف. ثاني شيء أود أن أقول أن حين يقول لنتنياهو أنك لم تكن تتحدث هكذا لأن بين تلك الفترة والآن بعد مضي 47 يوم أو 46 يوم قبل الدخول في هذه الهدنة كما يقال جرت تحت الجسور مياه كثيرة وكل المياه التي جرت وكل الرياح التي هبت لم تكن في صالح سفن جيش الاحتلال. أول شيء يجب أن نقوله أن وأنا أعتقد بأن هذا هو العامل المحدد الأداء القتالي للمقاومة على الأرض هذا الذي في النهاية أدى إلى زائد أضيف إلى جنبه صمود أهلنا في غزة هذا هو المحدد الأساسي الذي جعل الصهاينة يدخلون في حالة من العصبية من الإرباك الذي وصل حتى مرحلة التيه في بعض الجولات في الأيام كنا نرى أول شيء ما متفاهمينش لا يتكلمون مع بعضهم حديث عن كما قلت انقسامات كبيرة وتناقضات وحروب غير معلنة وعلى الرغم أنهم حاولوا أن يمثلوا وأن يتفادوا الحديث عن هذه الأشياء ولكن الصحافة العبرية سربت وتحدثت بشكل كبير جدا عن أن هذا الثلاثي الذي كان يقود حكومة الحرب كانت بينهم شبه حرب أخرى غير معلنة أو غير ظاهرة بين غانتس الذي على الأرجح سيكون رئيس الحكومة القادمة وبين غالنت الذي سيذهب سيرحل لأنه غانتس لم يقبل به وزير دفاع وبين نتنياهو الذي سيذهب إلى السجن بكل تأكيد إلى السجن ومن ثم إلى مزبلة التاريخ. ثاني أمر يمكن أن نشير إليه أنه هذه الحرب أيضا تكلمنا قبل قليل أستاذ نسيبة عن وكما تحدث أيضا الأستاذ إبراهيم عن محمود عن النتائج التي يمكن أن نصفها الحالية في قراءة بنود الاتفاق ولكن هناك أشياء كثيرة بفرض أن هذه الهدنة ستتحول إلى هدنات وبالتالي مدخلا إلى إيقاف الحرب هناك نتائج وإنجازات استراتيجية عظيمة لما تم بعد 7 أكتوبر أول شيء إذا حتى نعترف للرجال بقدرهم للمقاومين والمجد للمقاومين وللمقاومة أول شيء أن المقاومة حركة حماس والجهاد يتحولون ولاحظي في عملهم على مستوى المفاوضات والدبلوماسية يتحولون إلى أكبر من مجرد تنظيمات للمقاومة يعني هناك عمل عسكري وعمل سياسي أيضا في المفاوضات بصورتها التقليدية هذا أشار إليه الأستاذ محمود قبل قليل هؤلاء الذين كانوا يوصفون بأنهم حركات إرهابية وروجوا الآن أمريكا تتوسط وإن كان من الخلف تدفع بالقطر كما تعمل دائما وبالمصري على مستويات ربما أقل ولكن هؤلاء يأخذون مشروعية وشرعية أخرى ويبدون قدرة كبيرة على التعامل في مربعات السياسة يحاورون يتفاوضون يفرضون الشروط يقفون يقولون للعالم أننا أكبر من مجرد الصورة التي وطبعا أبعد عن أن نكون الصورة التي حاول إعلام الصهاينة وإعلام المساندين لهم أن يزرعها عندهم هذه المقاومة هي التي حققت إنجازا لم يسبق تحقيقه إلا من قبل الجيش المصري والسوري مدعوما بجيوش دول عربية ونحن نفخر بأن جيشنا الجزائري كان فيها في 73 أول مرة تنهزم إسرائيل على بين قوسين على الأراضي التي تحتلها في الداخل 48 وطبعا لاحظي معي أنه كما في 73 حتى في 73 الضربة الأولى إسرائيل التي اعتادت على أن تهزم خصومها بين قوسين بالضربة القاضية ومن الجولة الأولى لا يمكن لإسرائيل وهذه من التداعيات أن تهزمنا
نعم. بالنقاط وفي جولات متعددة، حين تتعدد الجولات حين لا تتمكن إسرائيل من أن تهزمنا بالضربة القاضية، نعم. وهي لم تفعل، فالذي سينتصر هو المقاومة، هو الفلسطينيون، هو اللبنانيون، هو العرب إذا أرادوا أن يفكروا بطريقة، نعم. أخرى لأسباب كثيرة، نعم. نعم. بالنقاط المقاومة ستنتصر. المسألة الأخرى أستاذة في التداعيات الاستراتيجية، لا شك أنه قطار التطبيع الذي بدأ أو كاد يدخل في أوتوروت، في كيفاش نسميه، في طريق سريع، نعم. وعريض وواسع، وكان قد يؤدي ربما بالمنطقة إلى أشياء أخرى، لكن ما حدث قلب لن المعادلة، لن يكون إلا، نعم. إذا كان الناس هذو ما عندهمش عقل، ولكن ما جرى هذه المرة سيؤدي حتما، طيب. بهذه الدول أن تبتعد قليلا، أن تراجع حساباتها، أنه على الأقل حماسة واللغة اللي كانوا يتكلمون بها على أساس أنه هذا التطبيع هو، نعم. سفينة نوح والكلام، نعم. سينتهي. ثم لا شك أننا لاحظنا وعبر الإعلام، والحمد لله قناتنا الجزائر الدولية ساهمت في ذلك أزعم، الإعلام في الجنوب الكبير وحتى داخل المجتمعات الغربية، القضية الآن بدأت ترجع، بل أن القضية، صحيح. رجعت، نعم. إلى الصدارة بعد أن حاول البعض أن يقول، طيب. بأنها أقبرت أو يتحدث عن تصفيتها أو أنه خلاص، نعم. أصبحت هامشية في الصفقات الكبرى التي كانوا سيعقدونها أو عقدوها. ثم لاحظ أيضا أن أوروبا الآن بدأت تتكلم بلغة أخرى، تتراجع عن هذا الدعم المطلق الإسرائيلي. نقاش كبير داخل الولايات المتحدة من التداعيات أستاذ نسيبة، داخل الحزبين في الديمقراطي، حول هل من الجدوى، هل من المعقول أن نستمر في دعم مطلق ولا مشروط لإسرائيل وهي ترتكب ما رأيناه من مجازر، نعم. لم يسبق أحد إليها في العالمين كما يقال، نعم. نتائج الانتخابات على المحك أيضا القادمة، تماما. لذلك، نعم. لذلك أعتقد بأن هناك تداعيات كبيرة قد تجعلنا نقول باختصار، نعم. أن ما حدث في 7 أكتوبر ثم هذا الصمود الأسطوري الذي أبانه الفلسطينيون في غزة ربما، نعم. سيغير فعلا، نتنياهو قالها ولكن أنا أقولها لكن في الاتجاه المعاكس، هو قال أنه ما سيأتي بعد لما كانوا يعلنوا أنهم رايحين، نعم. سنغير وجه الشرق الأوسط. أنا أعتقد بأنه لا، ما حدث في 7 أكتوبر على يد المقاومين ثم أسند بصمود، نعم. أهلنا في فلسطين هو الذي سيغير ملامح كثيرة، حتى لا أكون مغاليا، في هذا الشرق الأوسط الذي سيرسم الآن بمعادلات لا يمكن طيب. أن تكون في غياب الفلسطيني صاحب القضية والمعنى الأول بها. طيب، سيناريوهات الساعة الأخيرة ما قبل الهدنة، أستاذ محمود أبو الزبيدة، من نتحدث عن قصف كثيف في هذه الساعات، ما الذي نتوقعه من الاحتلال؟ الاحتلال عندما أعلن عن أطلق على العملية السيوف الحديدية كان من الطرف الفلسطيني طوفان الأقصى، ولكن نحن بنتيجة الخبرة في الحروب مع الكيان الصهيوني، المسميات التي يطلقها الكيان على طبيعة حربه لها مدلولات دينية وسياسية. عندما أطلق عليه السيوف الحديدية كان هناك في سفر صومائيل الأصحاح أعتقد 13 أن الفلسطينيين، هناك رواية تقول أن الفلسطينيين احتكروا المواد الحديدية على الصهاينة لكي لا يستخدم الصهاينة هذه المواد الحديدية في صناعة السيوف والرماح، ليأتي الرد المعاصر من قبل حكومة نتنياهو بشكلها المتطرف وبشكلها الهمجي اليوم ببعده التلمودي واليهودي. 1300 مجزرة في قطاع غزة، يعني مساحة قطاع غزة 360 كيلومتر مربع، عندما تقسمها تجد أن كل كيلومتر مربع ارتكب فيه الاحتلال مجزرتين على مدار 47 يوم. الشرق الأوسط الذي أنشأته أمريكا في أوائل السبعينات، في 7 من أكتوبر انتهى. الشرق الأوسط ما قبل 7 أكتوبر يختلف كليا عن شرق أوسط ما بعد 7 أكتوبر، وكل المؤشرات والمحللين العسكريين والسياسيين قالوا أن إذا نجحت إسرائيل في عمليتها البرية على قطاع غزة سيكون هناك شرق أوسط جديد يرسمه الكيان الصهيوني، وأن هناك قوة صهيونية موجودة في الشرق الأوسط
يحسب لها عقباها ومدى قوتها ومدى وجودها في المنطقة. وإذا فشلت وسيطرت المقاومة سيكون شرق أوسط جديد يحمل مع شعار وحدة الساحات، وهذا ما تجلى اليوم بأن الجبهة الشمالية بقيادة حزب الله يدك تحشدات العدو في المناطق الشمالية في الجليل الأعلى وغيره من المناطق، وأيضا الجبهة اليمنية حيث أعلن أنصار الله الحوت عن اختطاف سفينة تابعة للإسرائيليين. هذه تطورات لا يحمد عقباها، تريد أمريكا بأن تخفف من وتيرة هذه الحرب نذرا لأن التطورات في الميدان، يعني شفنا قبل هيك كل الحلول السياسية أوسلو كام ديفيد كلها لم تأتي بنتائج إيجابية. كما تقدم الأستاذ أن حزب الله حرر جنوب لبنان وأن السوريين استردوا جزء من أرضهم والمصريين في 6 من أكتوبر حرروا سيناء. نحن نواجه قوة الصهيونية بدعم أمريكي ضالع الغرب ضلوع الكيان الصهيوني به، عندما يأتي بحاملة السفن وخبراء عسكريين أمريكان وقوة الدلتا الأمريكية المختصة للقضاء على الإرهاب، وهو يعتبر أن المقاومة هي إرهاب، وهي ليست إرهاب. نحن القانون الدولي كفل للشعب الفلسطيني بحق المقاومة بالكفاح المسلح بكافة أشكال المقاومة. عندما يقوم الشعب الفلسطيني بالكفاح المسلح لمواجهة هذا الاحتلال، ونحن عندما نقول قطاع غزة 360 كيلومتر مربع، وأنتم من قطاع غزة أستاذ محمود؟ نعم أنا من قطاع غزة من مخيم البريش في المحافظة الوسطى. عندما نقول أن الكيان إذا أرادت إسرائيل أن تعرض قوتها العسكرية في 360 كيلومتر مربع لا تكفي مساحة غزة، هو يأتي بقذائف مخصصة للكشف على الأنفاق، ولكن كل هذه المنظومة الأمريكية تسقط أمام مقاتلي كتائب القسام وشهداء الأقصى وأبو علي مصطفى وسرايا القدس. هذه الفصائل عندما أعلنت النفير العام على تعليمات القائد العام للفصائل المقاومة محمد الضيف بأن الحرب لا تقتل فيها شجرة ولا تقتل امرأة ولا تقتلع شجرة ولا تقصو بيتا، اتبع معالم دينية ومعالم إسلامية، ولكن العدو لا يحترم قوانين الحرب، هو يقصف مجمع الشفاء الطبي وطعنا في كل المواثيق وطعنا في كل المواثيق عندما يستخدم الأسلحة المحرمة دولية مثل الفسفور الأبيض وهذه كلها جرائم حرب. هو كما يعني إذا نظرنا أن بنيامين نتنياهو عندما أعلن عن حكومة حرب لم يعلن عن توحد المعارضة مع الحكومة الحالية إلا بعد أن ضم المعارضة إليه وأعلن الحرب على قطاع غزة، لأنه يعلم أنه سيتوجه إلى محاكم دولية يريد إنك حاضن له. طيب دكتور أسامة بوشماخ، خرج منذ لحظات بنيامين نتنياهو ليعلن أنه أمر الموساد بمتابعة قيادات حماس أي في أي مكان يتواجدون فيه حول العالم، هل خرج ليهدد بتحقيق عمليات اغتيال بعد أن فشل ميدانيا وعسكريا بكل ترسانته العسكرية؟ والله هذا تبرير بالنسبة للفشل فقط أستاذ نسيبة، لأن احنا نعلم جيدا أن الموساد ليس من اليوم يتابع كل القيادات المتواجدة لحركة حماس عبر العالم، وليس فقط بالنسبة حتى بالنسبة للقيادات، ولكن حتى بالنسبة للأشخاص الذين يشكلون تهديدا على 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 الكيان الصهيوني. ولهذا فأعتقد أنه هذا إفلاس سياسي، هذا خطاب موجه فقط بالنسبة للذين يعارضون ممكن نتنياهو أو من، لأنه نتنياهو مثل ما ذكر أستاذ زهير وكثيرون تحدثوا على أنه نهايته خلاص يعني انتهى سياسيا وما ينتظر إلا المحاكمات فقط. لذا أعتقد أنه هذا المستوى من الخطاب له دلالات، يعني لو تقرأ هذا الخطاب له دلالات بأنه شيء رجل مفلس تماما، يعني لا يستطيع أن يقدم أكثر مما قدمه. ولهذا فأعتقد أنه حركة المقاومة حقيقة لابد أن تحدث كثيرا عن حركة المقاومة وما فعلته في السياسة الدولية. 11 مليار يعني في منصة تيك توك، يعني طلعت المساندين لحركة حماس، يعني تخيلي 11 مليار مشاهدة، وهذا الرقم الذي تحدث عليه الصهاينة أنهم أصبحوا في العالم الجنوبي أصبحوا يعني يرونهم بأنهم طغاة وأنهم مستبدون، وتغيرت وأنهم دفعوا أموال ومبالغ مالية وبدأت كثير من الدول في إعادة علاقاتها، وهناك جنوب إفريقيا أمس رأينا كيف قطعت علاقاتها. إذن هذه كنقطة أولى. النقطة الثانية أيضا
العمليه التي قامت بها اليمن، تخيلي انه لما تتحرك حامله الطائرات من البحر الاحمر تتوجه الى بحر العرب وتستبدل بفرقاطات، وانه حتى بالنسبه للسفن التجاريه بدات تغير مساراتها نحو الرجاء الصالح، يعني الباخره التي كانت ستقوم برحلتها الى اوروبا في مده 10 ايام او 15 تصبح في 40 يوم، هذا اضافه على حجم الضمانات الدوليه، اضافه على انه حجم او ارتفاع السلع، لهذا كله ادت هذه كلها ضغوطات على حكومه الصهيونيه للذهاب الى الهدنه. اذا نتحدث على هذه القضيه ليس فقط قضيه متعلقه بشروط حماس، ولكن حماس فرضت شروطها واستطاعت ان تجند السياسه الدوليه او الراي العام الدولي والراي العام الجماهيري ضد الصهاينه. نعم، في 30 ثانيه لانه فعلا نفذ الوقت. زهير استاذ زهير بوغمام، ما الذي ينتظر بنيامين نتنياهو وحكومته ايضا بعد هذه الهدنه والفشل الذريع؟ نتنياهو السجن والاذلال، وحكومته ستذهب، ستأتي حكومة أخرى. لكن سأذكر أشياء، أول شيء أن هذه الحرب مثل جبل الجليد، ما زالت أشياء كثيرة لم تظهر فيها، ولعل واحدة من الأشياء المعلومات التي حصلت عليها المقاومة وهي ثمينة وهي في غزة الآن وخارج غزة بالمناسبة. اثنين، أنه لا يجب أن نخسر بالسياسة ما نكسبه على الأرض، لأنه في 73 كان هناك نصر كبير للعرب، ولكن السياسة فيما بعد أدت إلى أشياء أخرى. أنا أتمنى أن العرب والوسطاء والآخرين اللي الآن بدأنا نسمع في كلام آخر، البعض اللي كان يتهم المقاومة بكل الاتهامات بدأ الآن يتكلم، وكما يقال الفشل يتيم ولكن النجاح مدعوه كتر. لا يجب أن نقع في هذا الخطيئة مرة أخرى، بحيث حجم الدم الذي يسيل يحتاج إلى يجب أن يكون الإنجاز السياسي القادم في مستوى الإنجاز على الأرض بيد المقاومين. شكرا جزيلا لكم البروفيسور زهير بومامة مخلل قناة الجزائر الدولية، شكرا لكم الدكتور أسامة بوشماخ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وأشكركم أيضا الأستاذ محمود أبو زبيدة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لكم جميعا. إذا مشاهدينا الكرام، ختام هذا العدد من حديث الجزائر، ألقاكم بألف خير في أمان الله.